متابعينا، مرحبا بكم في موقع اليوم 24، في هذا الاتصال المباشر مع مراسلنا في منطقة أمزميز حمزة متقي. اليوم الأربعاء، اليوم الرابع للزلزال الذي وقع يوم الجمعة الماضي. نريد أن نقف معك حمزة على آخر المعطيات الميدانية. أمس نعرف أنكم توجهتوا لأحد الدواوير البعيدة، شنو ممكن تقول لنا شنو شفتوا؟ فين وصلت جهود الإنقاذ؟ إذا مرحبا بمستشفى اليوم 24. احنا في اليوم الرابع من زلزال حوزة زلزال المغرب. لا زالت سيارات الإسعاف تنقل المصابين أو الحالات التي تعرضت للردود بسبب الزلزال، ولا زال انتشال الجثث أو ضحايا الزلزال مستمر من طرف السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية. أمس الثلاثاء انتقلنا إلى أحد المناطق البعيدة عن مركز أمزميز والذي تعرض أيضا لهزة زلزال بشكل قوي، تسبب في وفاة أزيد من 95 شخصا حسب التصريحات الساكنة. حمزة إذا سمحتي بغينا نتبع معاك معطيات ميدانية. البارح يعني مشيتي لواحد المنطقة، شو سميت الدوار اللي مشيتي ليه؟ مشينا لمنطقة أو دروز، هي تبعد على مركز أمزميز أزيد من 90 كيلومتر. استغرقنا أزيد من 4 ساعات للوصول لها. الطريق في الاول تتكون مزيانه، ولكن في الاخير ديالها في 20 كيلومتر ولا 30 كيلومتر فهي طريق صعبه ووعره جدا، هي طريق على الحافه. مرنا بعدد من الدواوير اللي تعرضت حتى هي للزلزال، لكن هذه المنطقه اللي مشينا لها هي المنطقه الاكثر تضررا هناك، وهي منطقه قريبه ايضا من بؤره الزلزال. قبل ما نتكلموا حمزة، قبل ما نتكلموا على الدوار، بغيت توصف لنا المشاهد في الطريق. شنو شفتي في الطريق؟ سيارات المتطوعين، المساعدات، مصالح القوات المسلحة، يعني ما هي المشاهد اللي شفتي؟ هذا هو الاستثناء في المغاربة، وهذا الشيء التضامن الذي أبداه المغاربة في الواقعة وفي الأزمة. جميل جدا أن جميع الطرقات سواء بمنطقة أمزمي سواء بمراكش سواء بثلاثنية العقوب مولاي إبراهيم، فهي كل الطرق فيها سيارات المساعدات الغذائية والأفرشة متوجهة لجميع الدواوير، حتى أن بعض المناطق رفضت أخذ المساعدات بحكم أنها اكتفت من المواد الغذائية واكتفت من الأغطية والأفرشة. هذا هو المشاهد اللي شناها، أن حتى الناس أصبحوا المتضررين ولا توجهوا تيقولوا للناس المتطوعين ولا المساعدين على أن كاين واحد الدوار في هذه المنطقة وكاين واحد الدوار محتاج في هذه المنطقة، أما هنايا راه بالنسبة للمواد الغذائية والأفرشة راه مزيان، غير باقي الإشكال بالنسبة للخيام. الصورة من الأعلى القمة، حنا كنا قراب القمة تبقال، الصورة من الأعلى الخيام الصفراء والخضراء فهي تغطي أغلب المناطق الجبلية، يعني التضرر كان كبير هنا بالمنطقة. هذه هي الصورة اللي شاهدنا الأولى، والصورة ديال المتطوعين في الطريق. حمزة في الطريق ديالكم، يعني السيارة اللي مشيتوا فيها يعني ما تمكنتوش أنكم تواصلوا وساعدكم أحد المتطوعين بالسيارة ديالو، ممكن تحكي لنا شنو وقع لكم؟ هذا هو الإنسانية كانت بادية على المغاربة وفي الطريق، وهذا الشيء جميل. حنا كنشكر واحد السيد سميتو محمد، هو من تنغير، جاب مساعدات للمنطقة. حنا لم نستطع أن نصل إلى دوار أو دروز بالسيارة ديالنا، حطيناها وهو اللي أوصلها. كنا 4 زملاء صحفيين، انتقلنا عبر سيارة هي بيكوب، هي اللي قدرت توصلنا تما. ما يمكنش السيارات الخاصة ولا السيارات العادية أنها توصل لهذاك الدوار، بحكم أن الطريق صعبة ووعرة جدا، فيها الأحجار وفيها تراب بزاف وصعيبة جدا.
ولقينا بزاف ديال السيارات ديال المساعدات الغذائيه متوقفه، اللي خسر لي اللي خسرت لي العجله ديالو او اللي توقف المحرك. كانت عيب صراحه. رغم ذلك ان الناس واخا خسروا لهم السيارات ديالهم، لكنهم فرحانين بانهم يقدموا مساعدات وانهم يوصلوا لهاد المناطق. وهذا هو هذه الفكره اللي خاصها تكون. اننا حمزه معاش انطلقتوا من امزميز ومعاش وصلتوا للدوار اللي كنتوا قاصدينه؟ انطلقنا مع الساعه تقريبا 9 ونص او 10 صباحا، وصلنا صباحا وما وصلنا حتى جوج ظهرا او الساعه الثانيه ظهرا للدوار او دروز. هو الاسماء صعيبه هنايا في هذه المناطق. اننا شنو المشاهد الاولى اللي واجهتكم اللي شفتوها ملي وصلتوا لهذا الدوار؟ اول مشهد هو مشهد المساعدات الغذائيه محطوطه في الطريق. تلقى المساعدات سواء الماء سواء الخبز سواء المساعدات بشكل عام، فهي تلقاها في الطريق. هي اول من وغتلقى الخيمه الكبيره. دائما المغاربه عندهم الصفه ديال خيمه العزاء. كاين واحد الخيمه كبيره، هي ماشي خيمه عزاء ولكن هي خيمه تضم العائلات وتضم الناس المتضررين. خصوصا ان هذيك الدوار تقريبا محتوى انتهى بشكل كلي، اغلب المنازل سقطت. هو الدوار اللي بقى فيه المسجد او صومعة المسجد واقفة، ولكن المسجد متضرر بشكل كامل من الداخل. يعني كتقصد هذا الدوار اللي كيتداول الصور ديالو في مواقع التواصل، اللي كيبان بانه محيا كليا وباقي فقط بقى فيه فقط المسجد؟ تماما. نعم. تماما. نعم. هو الصومعة بقات ولكن المسجد فهو متضرر بشكل كامل منهار. اثناء الصور ديالنا هو المكان خطير جدا، الان باقي خطير وما يمكنش الناس باقيين يعيشوا فيه. وتم استخراج جميع الضحايا الجثث او الضحايا او الناجين او باقي البحث؟ دابا حسب تصريحات ديال الناس انه تم استخراج جميع الجثث اللي تجاوز 90 جثة. ولكن لقينا عناصر الانقاذ، فريق الانقاذ البريطاني وصل للمنطقه لاول مره، لان هذيك المنطقه ما الصراحه لم تستطع ان تصل السلطه بشكل كبير في الاول. وان اغلب هذوك الناس اللي تم استخراج الجثث ديالهم خرجوهم مواطنين، خرجوهم اولادهم، خرجوهم عائلاتهم اللي جاوا لهذيك القريه من سمعوا الزلزال. هذه اول صدمه تلقيناها في الدوار، هو ان العائلات هما اللي جاوا استخرجوا سواء الاباء ديالهم سواء الابناء ديالهم سواء خوتهم. ومظاهر الحزن باقه تما. الناس وعمليات الانقاذ مازال متواصله والبحث عن الناجين؟ لا 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 لا، توقفت عمليه الانقاذ من غير فريق الانقاذ البريطاني. لا زال يستعمل الكلاب وبعض الاليات من اجل البحث. هما البحث عن زعما عن جثث. وبالنسبه للسكان شنو تيقولوا؟ تيقولوا انه مازال بعض الاشخاص تحت الانقاض ولا كيف؟ السكان تيقولوا ان ما بقاوش جثث، ولكن يقدر يكون عند شي عائله زائر ما عرفوش شي حاجه بحال هكا، يقدر يكون باقي تحت حيت الركن كبير. لان حتى هذه المنطقه طاح عليها حتى هي الجبل، هي تعرضت للزلزال وطاح عليها حتى هي الجبل، حتى هي تسبب في انهيار كبير من الفوق. حجار كبيرة طاحت فوق المنازل، يعني كاين ركام كبير فوق المنازل. بالنسبة إذا سمحتي حمزة، بالنسبة للخيام هل وصلت إلى هذه المنطقة؟ أين يقضي الناس السكان الذين نجوا ليلتهم أو هذه الليالي التي مضت بعد الزلزال؟ حسب ما استقيناه من الساكنه فان الثلاث ايام السابقه يعني ليله الجمعه والسبت والاحد والاثنين فهم قضوها في العراء في البرد، وثم درجه الحراره منخفضه بشكل كبير لان ارتفاع كبير على فوق سطح الارض سطح البحر. الخيام وصلوا في نفس الوقت اللي وصلنا لها حتى احنا، لان صعيب انك توصل لهذيك المنطقه. يعني تقريبا البارح ثلاث مع الجوج عدت كتوصل الخيام. عاد وصلوا اليوم الخيام، يعني ثلاث ايام او اربعه ايام
باش وصلت لهم الخيام. لقينا الاجواء كاين جمعيات متطوعين واقفين على بناء الخيام، بناء تحضير مكان لهاد الناس، لكن الناس في طرحاتهم ما بقاوش محتاجين المساعدات الغذائية، لكن محتاجين الخيام، محتاجين البديل فين يسكنوا. هذا هو من المطالب الأساسية لهاد الناس دابا وفي خطاباتهم. بالنسبة لأحوال الطقس، قلتي بدأت البرودة، واش حسيتوا بأن الجو يمكن يكون تغير، يعني بدأ يتغير في هاد الأيام، يمكن يعقد الوضعية؟ مع اقتراب فصل الشتاء فالأجواء أصبحت باردة وصعبة جدا. الناس تحتاج إلى أغطية بشكل كبير، وتحتاج إلى مكان الناس فين تخزن على الشتاء وفين تخزن. هذا هو التخوف ديال الناس، هو التخوف ديالهم من الثلج، خصوصا أن المنطقة معروفة بتساقطات ثلجية، وهذا هو اللي قالوا لنا أن إذا كان الثلج. حمزة، تكلمتي مع بعض الناجين، حكوا لك شنو وقعت في هذيك الليلة؟ نعم، حكوا لنا بعض الناجين وأن في ثواني معدودة سقطت المنازل فوق رؤوسهم. ما عرفوش اشني من بين الغرائب في الدوار، وانه شهد وفاة او مصرع شيخ القبيلة، اللي شيخ القبيلة هو الشخص اللي عنده علاقة بالسلطة او المقدم او المكلف بالشؤون الداخلية في الدوار هذا. يعني ما بقاتش شي علاقة بين هاد الناس هادو والسلطة، ما بقاش اتصال بين السلطة وبين هاد الدوار هذا، وهو من الأشياء التي تسببت. يعني المقدم والشيخ توفوا هما يعني في هاد الزلزال. في هاد الزلزال. يعني الأمر صعيب، الناس يغلب عليهم طبعا الفقر والهشاشة، محتاجين الدواء، وهذا من المطالب ايضا اللي لاحظنا انهم محتاجين دواء، سواء دواء السكر او البرد او هذوك الجروح خاصهم يتعالجوا. هذا هو اللي شاهدنا، هذا هو الموضوع اللي بغينا نركزوا عليه مستقبلا، هو ان هذوك الجروح اللي تعرضوا لها هاد المصابين، ماشي الضحايا، اللي تعرضوا لهم خاصهم يتعالجوا، خاصهم ولكن الجرحى تم نقلهم الى المستشفيات، ولا مازال جرحى في الدوار؟ دابا الجرحى تم اللي مجروح ومشى اللي في حاله ديالو مستقره تيخرج من السبيطار وتيرجع للدوار ديالو. هاد الناس هادو تحتاجوا باش تعالج لهم هذاك الجروح ديالهم، باش ما يتعفنوش، وباش ما هادشي، لاني تما ما كاينش اللي غيوصل لهم. هذا هو المشكل اللي لقينا في الدوار. حمزة متقي، مراسل موقع اليوم 24، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.